الوقايه من مرض البول السكري هو طبعا النوع الاولاني ده الحقيقه ما فيش لغايه هذه اللحظه اي حاجه تقدر تقول ازاي الطفل ده هيجي له سكر. لكن عاده ابتدت الابحاث تعمل على الموضوع ده، وعشان كده بس دي مش مكلفه جدا، ولا يمكن برضو صعب انك انت هتاخد الاطفال دي كلها وتقول انا الطفل ده هيجي له سكر. لكن الحقيقه النوع الثاني هو اللي سهل. ليه؟ لانه لو كان الاب او الام عندها سكر والاولاد منهم ممكن يجي لهم سكر، عشان كده نقول الطفل ده او الشخص ده خلي بالك انت عندك فاميلي هيست، يعني في علاقه وراثيه من الاب او الام، عشان كده وزنك لازم ما يزيدش عن الطبيعي نهائي. نمره واحد. نمره اتنين، انت كمان لازم تاكل اكل صحي، مفيش حاجات مسكره، تعمل تمرينات رياضيه. بعد تسمع كده، لو انت مشيت كده على النظام ده تاكد تماما انك انت هتعيش حياه طيبه من غير مشاكل السكر او يجي لك السكر. لا غير كده ممكن قوي لو انت مزود الاكل او الشرب او البتاع ده وسمنت هيجي لك السكر 100%. ليه؟ لانه في الحاله دي المقاومه بتاع الحاجه اللي ضد الانسولين تبقى موجوده عاليه قوي، فالانسولين نفسه ما يقدرش يكفي التخن ده كله بتاع الشر. فعشان كده انا يعني وصي ان اللي هم الاشخاص اللي عندهم اب او ام عندهم سكر لازم ما ينزلش وزنه، ما يزيدش عن الطبيعي مع الرياضه والاكل الصحي. شكرا.